قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. ماذا يقول الملك كل ليلة؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تستفيد وأنت تتأمل في هاتين الكلمتين أن النفوس على حالين أو على قسمين: نفوس تبغي الخير، الخير في داخلها متحرك مقبلة على الخير، من داخلها نفسه تحدثه بالخير، نفسه مطمئنة ترغب الخير. بل بعض الناس من كثرة ما يتزاحم في قلبه أو في نفسه من ابتغاء الخير يجد أن الوقت لا يكفي لاستيفاء ما في نفسه من الخيرات التي يريد أن يقوم بها، من قراءة قرآن، ذكر لله، صدقة وإحسان، صلة للأرحام، إلى غير ذلك من أعمال البر الكثيرة. فيأتي هذا النداء يستحث مثل هذه النفوس العالية، النفوس الرفيعة التي تبغي الخير: أقبل، أقدم، تحرك، اغتنم الفرصة. فأنت في موسم الخيرات، أنت في موسم تجارة عظيمة رابحة، الربح فيها مضاعف والثواب فيها عظيم، فأقبل، لا تتردد ولا تتوقف ولا تنثني ولا تتكاسل ولا تتوانى، كل هذا لا مجال له. أقبل، كن متحركا في الخير مقبلا عليه، مقدما عليه بهمة وعزيمة ونشاط لا يثنيك عنه شيء ولا يردك عنه رد، مستعينا بالله تبارك وتعالى، مستمدا منه جل وعلا المعونة والتوفيق. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.